في مواقف كوميديه كتير طالعه جوه زينهم من الاسماء نفسها، من فكره ان ده اسمه زينهم وده اسمه جيمي وده اسمه الشيخ حسني وده اسمه حفني ودي اسمها توفيقه، يعني الاسامي كلها فيها نوع من انواع التساؤلات، هي ليه الناس دي اسمها كده؟ وبعدين الشيخ حسني يطلع اسمه كريم بس مسمينه كده عشان تريبيوت او تحيه لفيلم الكيت كات. طب بطاقتك يا عم كريم جاهزه. ماشي. هو مين ده اللي عم كريم؟ انا. انت اسمك كريم؟ شفت بقى؟ خد فلوسك يا باشا. ابصم لي بس هنا الاول. اوزن الاول يا اخوي. اوزن يا اخوي. فكرة انه الكوميدي يبتدي من الاسماء دي حاجة كان بارع فيها الله يرحمه الاستاذ محمود ابو زيد، كل اسامي بقى العظيمة اللي عملها في اعماله السينمائية، يعني نفتكر منهم بقى مزاجنجي ونفتكر الباهظ ونفتكر يعني اسامي. انا نفسي سألته في يوم من الايام قلت له استاذ محمود تجيب اسامي الشخصيات دي منين؟ فقال لي من السوبر ماركت الحقيقة. بس يعني